بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الرأي العام وشعبنا السوري العظيم. جاء تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مكونات الشعب السوري الحر لتوحيد الجهود وإنهاء حالة التشتت التي تعانيها التشكيلات العسكرية، ووضع استراتيجية قوية بهدف تحرير سوريا والدفاع عن شعوبها في وجه الظلم والإرهاب، وتحقيق العدالة والحرية والكرامة، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بحقوقهم المشروعة ويمارسوا حرياتهم ويعبروا عن هوياتهم وأفكارهم بعيدا عن الإرهاب والظلم والاضطهاد. وفي هذا الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الساحة السورية وتزداد التدخلات الدولية والإقليمية، وأمام هذه التطورات فإننا في قوات سوريا الديمقراطية ملتزمين بنهجنا في مكافحة الإرهاب والسعي إلى تحقيق الحرية والعدالة لكل السوريين. لقد عهدناكم بأننا سوف نطهر كامل تراب سوريا من رجس العصابات الإرهابية وتخليص شعوبنا من ظلمهم وإرهابهم، واستكمالا لانتصاراتنا الكبيرة التي حققناها في حملتنا الأولى لتحرير ريف الحسك الجنوبي. وسيرا على هذا الخط فإننا نعلن اليوم عن متابعة عملنا العسكري، وذلك ضمن مخطط التحرير الكامل لتراب الوطن السوري من العصابات الإرهابية. وعلى هذا الأساس وبمشاركة الفصائل التالية: جيش الثوار، وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، لواء التحرير، كتائب شمس الشمال، المجلس العسكري السرياني، تجمع علوية الجزيرة، تجمع كتائب فرات جرابلس. فإننا نعلن اليوم عن بدء حملة تحرير الريف الجنوبي لكوباني. حملتنا سوف تستمر حتى تحرير كافة المناطق المحتلة من الريف الجنوبي لكوباني من قبل تنظيم داعش الإرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إليها. نتوجه إلى عموم شعبنا في سوريا وفي جنوب كوباني خصوصا بضرورة مؤازرة قواتنا القادمة لتخليصكم وتحريركم من مظالم داعش. قوات سوريا الديمقراطية هي قواتكم الوطنية، فبادروا إلى دعمها ومؤازرتها والانضمام إليها. القيادة العامة لقوات سوريا